قاعدة الأسئلة ممكن أي شيء بعد. فهاي التجربة حبيت. هذه مو التجربة الأولى إلي اللي تنعرض خلال إيفنتات ومهرجانات. أنا شاركت منذ كنت طالبة، شاركت بمهرجانات دولية ومحلية خارج وداخل العراق، حصلت على العديد من الجوائز بإخراج هذا فيلمي الثاني مكب الأمنيات، وفيلم الأول هم كذلك حصلت على العديد من الجوائز. هذا ما يمنع أنه الطلاب يقدرون أنه ينتجون، يقومون بالإبداع. الإبداع لا يقتصر على عمر معين أو حجم معين أو طالب أو أستاذ أو أي شيء، كل إنسان له قدرة على الإبداع والتميز في أي مجال يريده. أولاً مدينة البصرة هي مدينة أكيد عريقة وإلها تاريخ وإلها فنانين وكتاب إلى آخره، بس بالفترة الأخيرة إنه هاي المدينة خصوصاً الناس إنه متعطشة للفن، الفن البصراوي أو القصص البصراوية أو العراقية بشكل عام. فتقديم ثلاث أفلام، ثلاث قصص عراقية، تجربة كلش حلوة، يعني تغذي هذا الجوع الفني من الناس للفن البصراوي. ففيلم عبارة عن فيلمين، فيلم قصير وفيلم طويل. فاللي انعرض اليوم هو التجربة الأولى، تجربة الفيلم القصير واللي انصنع ب 2009. بس الفيلم الثاني هو كل عروضة برا العراق هي عروض يسمونها قيد الإنجاز، يعني بعدها ما كاملة. فيعني سنة 2024 نتوقع أنه العرض العالمي الأول راح يكون للفيلم، ومدة الفيلم راح تكون ساعة ونص، راح ينعرض عالميا بنهاية السنة.